اليوم كتب السطر الأخير في قضية الهلال والنصر حول اللاعب محمد كنو بالقرار النهائي، وبعدين بيانات الأندية بعد رحلة طويلة من الانتظار والانتظار والانتظار والانتظار، وفي الأخير صدر القرار. الحمد لله على السلامة. خلينا نشوف القصة من أولها. ثمانية أشهر تصدرت خلالها قضية اللاعب السعودي محمد كنو وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، فبعد 235 يوما شهد الوسط الرياضي الفصل الأخير في القضية. وبالعودة لكواليسها، كانت البداية مطلع يناير الماضي، حيث دخل فيها اللاعب محمد كنو الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي ناد في الفترة الشتوية. في اليوم التالي وقع النصر عقداً مع اللاعب عبر وكيله وشركة سبورت يارد المسؤولة عن إدارة أعماله بوجود مدير الاحتراف في النصر، وتم الاتفاق على بنود العقد والشرط الجزائي المقدر ب 27 مليون ريال. في 3 يناير رفع نادي النصر نسخة من عقد اللاعب إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي، وأكد النادي عن استلامه إشعاراً من اللجنة بتلقي العقد وتوثيقه. بعد 4 أيام أعلن نادي الهلال في 1 صباحا عبر حساباته الرسمية تجديد عقد محمد كنو ل3 سنوات، وذلك بعد الفوز بنهائي كأس السوبر السعودي. في 4 صباحا أصدر النصر بيانا رسميا كشف فيه عن توقيعه مع كنو بعد بدء الفترة الحرة، وعن اتخاذ إدارته الإجراءات القانونية تجاه الهلال، واصفا إياه بالمخالفة القانونية الكبيرة التي يترتب عليها عقوبات رياضية ودفع لقيمة الشرط الجزائي. بعد 10 أيام استدعت لجنة الاحتراف اللاعب محمد كنو ووكيل أعماله لأولى جلسات الاستماع. وفي 24 من ذات الشهر استدعت لجنة الاحتراف أطراف النزاع ممثلة في الرئيس التنفيذي ومدير الاحتراف بنادي النصر، والرئيس التنفيذي ومدير كرة القدم بنادي الهلال. في 16 فبراير الماضي أصدرت لجنة الاحتراف بياناً كشفت عبره عن إحالة ملف اللاعب لغرفة فض المنازعات، مرفقاً بكافة متعلقات القضية وجلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة. بعد 3 أشهر في دراسة ملف القضية، قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم منع نادي الهلال من التسجيل لفترتي انتقال، وقررت إيقاف كنو ل4 أشهر، ألزمت اللاعب ونادي الهلال بالتضامن لدفع 27 مليون ريال تعويضاً مالياً لنادي النصر. وكردة فعل على العقوبات الصادرة بحق الهلال، أعلن النادي في 8 مايو عن رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لطلب النقد الكلي بقرار غرفة فض المنازعات. في منتصف يوليو تقدم نادي الهلال لمركز التحكيم الرياضي بطلب الموافقة على منحهم التدابير الوقتية التي تتيح التعاقد مع اللاعبين لحين صدور القرار النهائي في قضية محمد كنو. مطلع أغسطس رفض مركز التحكيم منح نادي الهلال الإذن بالتسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. في 12 أغسطس أصدر مركز التحكيم الرياضي بياناً رد خلاله حول تأخره في الفصل في قضية محمد كنو والكشف عن إصدار القرار نهاية أغسطس الجاري. في اليوم التالي نشر الهلال بياناً رسمياً يعارض ما تم نشره في بيان مركز التحكيم الرياضي، وأشار على أنه مخالف للوائح القانونية والتي تحظر على المحكم التعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام أو التعرض لضغوطات. وعبر النادي عن استيائه من بطء الإجراءات وإعلان القرارات مع نهاية فترة الانتقالات. أعلن نادي النصر عن تلقيه خطاباً من مركز التحكيم الرياضي، والذي أيد في قراراته إيقاف الهلال لفترتي تسجيل وإيقاف اللاعب محمد كنو ل4 أشهر وتخفيض التعويض المالي من 27 إلى 20 مليون ريال سعودي. مساء اليوم أصدر الهلال بيانه الرسمي الذي أكد فيه عن تلقيه الحكم الصادر من مركز التحكيم، وعبر خلاله عن استيائه من تأخر صدور القرار والتأكيد على تركيز النادي على الاستحقاق القادم.